الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا تعليق على موضوعين في جريدة الدار إصدارة اليوم، اللي هو 18 سبتمبر 2017 الموافق 27 ذو الحجة 1438، العدد 8228، جريدة الدار بتاعت الليلة. الموضوع الأول بعنوان الدار داخل مقر الطريقة التسعينية الشاملة. طبعا جريدة الدار كعادته اتخصصت في نشر التصوف، ونادر ما تجد إصدار من إصدارات الدار وما فيها ترويج للطرق الصوفية، نادر. ونحن أول حاجة من هذه الحلقة ومن غيرها نوجه رسالة لجريدة الدار أن تتقي الله تبارك وتعالى، وتعلم هذه الجريدة والذين يعملون فيها أنهم مسؤولون يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن التصوف لا علاقة له أبداً مع القرآن ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جريدة الدار دائرة نثبت لها هذا الكلام يا ريت يجيبونا، مش قالوا دي جريدة حرة وبتاعت كل الشعب. نعم، طيب نحن من الشعب وعندنا رغم وطني وعندنا بطاقات قومية، وإن شاء الله ما عندنا مانع نلقط شيرينج، ندفع قروش لجريدة الدار، بس تدينا عمود أو نص عمود أو إن شاء الله 3-4 سطور بس يوميا نكتب عن التصوف ونوري الناس منهج الصوفية، هذا المنهج الخرب الذي انخدع به كثير من خلق الله عز وجل، بالذات في بلدنا دي طرق ما أنزل الله بها من سلطان. أول حاجة، هل في الإسلام في طرق؟ ما في أي طرق، ولا في جماعات ولا في أحزاب. وإنت عشان ما تتخلع من الكلام ده، الكلام ده موجود في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى نهانا إننا ما نبقى جماعات ولا نبقى طرق ولا نبقى أحزاب ولا نبقى طوائف أبدا. مثلا في سورة الأنعام، افتح المصحف سورة الأنعام، ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الكلام ده موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا قال له للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الناس الفرقوا دينهم وكانوا شيع. يعني شنو شيع؟ ما معنى شيع؟ كانوا شيع يعني شنو؟ يعني طرق، طوائف، جماعات، أحزاب، زي ما موجودة اليوم عندنا في السودان. الطرق ابتداء بالطرق الصوفية، الختمية بيجاي، سمانية بيغادي، مكاشفية بيوين، كباشية بيجاي، بحري كويس، وغارة من الطرق. وأكبر دليل إنه الطرق دي على باطل، أكبر دليل إنهم على باطل إنهم ما بيجتمعوا. الحق يا أخواننا واحد ولا كثير؟ أسأل أي زول في السوق ده، زول ما بيعرف ذاته القرآن ولا بيعرف السنة، قل لا يا أخونا الحق ده واحد ولا كثير؟ يقول لك الحق واحد. طيب الناس ذيل بيقولوا نحن كلنا على حق، طيب ليه ما بتتلموا؟ هل البلد ما شايلاكم؟ هل البلد ضاقت بيكم؟
هل ما لاقين مكان تتلموا فيه؟ لكن عشان تعرف انه الناس ديل على باطل، وكل ناس عندهم دين مختلف عن دين الناس التانين. بيجاي الختمية عندهم دين مختلف تماما عن دين الكباشية. بيجاي ما واحد ديل عبادته لله ما زي عبادة ديك لله. أضف إلى ذلك، وهذا المصيبة، وهذه المصيبة هي الكبرى عند الطرق الصوفية، القصائد اللي بيكتبوها البيجاي ده، الختمية البيجاي من هنا أقل من 200 متر من هنا، كويس؟ شيخ عنده كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، الختمية ذات فيهم ناس كتار بيكونوا ما شافوا الكتاب ده، لأنه ما بيقرأ للشيخ، ما بيقرأ، موضوعه كله يخدم الشيخ بس، قاعد تحت الشيخ ده، والله يخدم الشيخ أكثر من أمه وأبوه، قاعد يعصر كرعينه، عرفته؟ وكان يتوضا دار يشيل مويه الوضوء عشان يشربها، وكان يستحمى دار يتمسح بمويه حمام الشيخ، لكن ما بيقعد يقرا. الشيخ ده بيكتب في شنو وبيقول في شنو ودينه شنو، ما بيقرا. فيوض البحور المتلاطمه، انت احفظ الاسم ده عشان ما تقول نحن بننظم ساي وجنكم كلام في الناس. لا، احنا ما جننا كلام في الناس، نحن بننظم في الناس بوثائق واثبات. احفظ اسم الكتاب، فيوض البحور المتلاطمة، امشي بجاي جامعة الختمية قول لهم داير كتاب فيوض البحور المتلاطمة، كما دوك له تعال راجع لنا قول لنا انتوا ناس كذابين، اشتريوا كويس. افتح الصفحة تقريبا 160، بيتكلم محمد عثمان المرغني عن شيخ من شيوخ الختمية اسمه العيدروس، وقالوا سموه العيدروس لأنه بيقطع راس الناس وبيعيده تاني. يا زول ده راس مكنة ولا راس ثلاجة؟ يقطع الراس ويرجع يركب الراس تاني، ده شنو ده يا زول؟ ها؟ ده شغل الدجال، شغل المسيح الدجال، عرفته؟ قال العيدروس، قال أنا عرشها والكرسي أنا، العرش بتاع ربنا تبارك وتعالى، العرش بتاع الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، قال أنا العرش ذاته، والكرسي الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، قال والكرسي أنا، الكرسي ذاته قال أنا، قال أنا للسماء، للسماء بانيها، السماء دي قال بناها هو، لا عليك الله، شوف قلة الأدب، أنت قاعد في بحري مجدوع في بحري هنا دار تبني السماء؟ ها؟ طيب لو مشيت سكنتك كاليفورنيا ولا انجلترا حتبني شنو يعني؟ حتبني شنو؟ تخيل معي قاعد في بحري وقال بنى السماء، والله دي قصة عجيبة خلاص. وبنيتوها بشنو يا ختمية؟ بنيتوها بأمونة حراء، بنيتوها بسيخ كملينيا، تعالوا ورونا. بعدين نحن دايرين بيان بالعمل للصوفية الختمية، نديهم 20 متر مربع بس هنا قصاد الختمية يضربوا لنا السماء بوية، والبوية بنجيبها نحن، نجيب لك بوهيات الشروق. تقدروا يا صوفية تضربوا 20 متر مربع؟ بنجيب لك البوية، نجيب لك أحسن فرشة كذا، بس ورينا أنت حتطلع كيف وحتضرب البوية كيف. إذا قلت لي ما بقدر، طيب معقولة أنت بتبني وما قادر تضرب بوية؟ البنيت أنت ما قادر تضرب بوية؟ ها؟ قال أنا للسماء بانيها، ربنا قال والسماء بنيناها بأيدٍ، يعني بقوة، وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال لولا الحياء من ربي، ده بتاع الختمية، قال كان أنا ما خجلان من الله ومستحي من الله حتعمل شنو؟ قال نار الجحيم أطفيها، قال أطفي لكم نار جهنم دي وريحكم ذات منا. دي الختمية وديل الصوفية يا جريدة الدار، ديل الصوفية يا جريدة الدار، وكلهم بنفس الفهم وكلهم تفكير واحد. طيب قال الطريقة التسعينية، قال الشيخ عباس الشيخ أبو القاسم يا هودة صنقر كده، ده شيخ أسي عليك الله، ها كده عائل ساي أسي، ده شكله شكل شيخ، ها قال الشيخ، قال عباس الشيخ أبو القاسم، ها موضوعك شنو يا عباس؟ قال سجلت الدار زيارة إلى مقر الطريقة التسعينية، يا دار أنت ما تمشي للمرضى في المستشفيات
ما لكم على الطريقة التسعينية. الصدار لو عندها موضوع لماذا لا تسجل زيارة لمستشفى بحري مثلا تتفقد أحوال المرضى ولا ما ياهو؟ يقول لك الدار مشت للطريقة التسعينية كويس؟ قال لا، مقر الطريقة التسعينية الشاملة. شاملة كيف يعني؟ يا زول ديل كلهم ما في واحد فيهم شامل، كلهم ناقصين لأنه ما عندهم عقيدة، عرفته؟ قال بأم درمان بعد الاحتفالات التي أقامتها الطريقة وحضرها عدد كبير من المريدين، طبعا بيخلعوك، عدد كبير من المريدين ده ما فاهمين حاجة. تقال المريدين ده فاهمين شيء؟ والله ما فاهمين أي حاجة، عرفتها؟ ده عبارة عن أتباع كل ناعق. والله الواحد بس بيشوف الشيخ محل ماشي بيمشي، هو شفت الشافع مش زمان الشافع بيمسك في ثوب أمه محل ما أمه مشت بيكون وراه، مش كده؟ ده هم المريدين ده اللي تقال عندهم موضوع ولا بيفهموا حاجة، ده ما عندهم شيء تبع، بس نسأل الله لهم الهداية. طيب قال وكعادة الشيخ عباس الشيخ أبو القاسم الشيخ عثمان المنير الذي اعتاد على استقبال المريدين والأحباب يوم كل أحد من الأسبوع رصدت الدار التواجد الكبير للنساء والرجال بالخلوة، قال بالثورة الحارة 19 أيوة، حيث يقوم الشيخ باستقبالهم وقضاء حوائجهم منذ الصباح. طبعا دار يجرك للطريقة التسعينية، شوف حيجرك كيف. قال وحتى مغيب الشمس وتقدم للزوار وجبات الإفطار والغداء والشاي والقهوة، بيجرك طبعا كده. انت عارف ما نحن إلا من رحم الله، الواحد من تملى لبطنه دي تاني بيشكرك تب ولا ما يهو؟ والله إن بقيت انت إبليس سوقه بس أقرب مطعم جيب له طلب بتاع مندي، بعد ما يضرب ويكرع ويغسل يده قول لها أنا كيف؟ قول لك انت والله انت كده. ليه؟ لأنه في النهاية انت أكلته، وزي ما بيقول المثل شبع كلبك شنو يتبعك، الكلب ده انت كان شبعته بيجي وراك، وكان جوعته بيعضيك ولا ما ياهو؟ فدال في الا من رحم الله. الناس دي دايره تملا بطونها، يا ناس انت ما تضيع دينك، مال البطن ده ما ساهل، انت بتملا في اي مكان، عرفته؟ ما تضيع دينك يا اخي، وما يغشوك يقول لك في وجبه فطور، انت جعان للدرجه دي؟ راكبه من هنا للثوره 19 عشان تاكل فطور مع صوفيا؟ ها؟ ما يغشوك يقول لك وجبة فطور وجبة غدا، عرفت الحاصل؟ وكمان معاه شاي وقهوة. قال كما يقوم الشيخ بتقديم الدعم المادي لكافة الشرائح، يعني بعد الفطور والغدا والشاي بيقوم شنو؟ بيرقعك بيديك قروش. أسألك بالله باقي لك الشيخ ده بيحبك يعني؟ يعني بيديك قروش عشان خاطر عيونك؟ ها؟ والله 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 ما عشان كده، داير في النهاية يكبر الكوم وداير يجيبك للطريقة، عرفته؟ لأنه قبضك الليلة قبضك بكرة، بعد بكرة أكلك دجاج، بعديه طبح لك تور، تاني أنت خلاص بقيت عضو من أعضاء الطريقة، ما تقدر تفوت تاني، لأنه خلاص قبضت وأكلت، تاني حتفوت كيف؟ عشان كده نحن بنحذر المسلمين من هذا المنبر ومن غير هذا المنبر، ما تمشي للنازل يا أخي، وأنت ما جعان يا أخي عشان تمشي لغاية الثورة الحارة 19، ما تمشي لهم ولا تشيل منهم شيء ولا تشيل منهم قروش، والله بيضيع دينك. وشوف اسو الزول الكعب اذا قال لكم يا ناس احنا كعبين ما في زول بيجي، ما في زول بيجي. هسه اتحداك تعال اجر الدكان ده، اكتب فوق على اكتب ملك العرقي والمريسه المضبوطه، اكتب هنا ما بتلقى ناس كتار بيجوك الا الجماعه بتاعنك، عرفته؟ لكن تعال اكتب فوق مثلا اكتب ملك العصير المضبوط، ملك المانجا وكده، عرفت؟ الناس بيجوك، عرفت الحاصل؟ فده نفس الحكاية، عندهم لافتات، اللافتة دي بيكتبوا لك فيها حاجات زي دي، أكل، فطور، غدا، ومعاه كمان شاي وقهوة، وكمان معاه شنو؟ معاه قروش بيديها لك الشيخ، أنت بتجي خاشي بيصطادوك جوا، دي عبارة عن شبكة وسنارة، أعمل حسابك ما تقع فيها، شبكة وسنارة، ما تصير جرك كده، لو قال لك الصوفية شرك، أنت بتمشي؟ ما بتمشي والله. لو قال لك التصوف بدعة بتمشي؟ ما بتمشي، لازم يقول لك فطور غدا قهوة وقروش. ودي من الوسائل الخبيثة، من الوسائل الخبيثة بيستخدموها عشان يستقطبوا الناس. طيب مشى لقدام قال الشرائح أصحاب الحاجات من كل أسبوع دون أن يرى أحد ما يقدمه الشيخ للذي، يا أخي ده ما عنده موضوع يا أخي، تسعينية بتاع شنو؟ ونحن ناقصين طرق عليك الله، تسعينية وخمسة وسبعينية وعجلاتية وركشاتية، ناقصين طرق نحن؟ وانت قال عشان تعمل لك طريقة في البلد دي صعبة؟
صعبة يعني؟ ما صعبة يا ذول، أفتح لك حوش كبير لو دار تعمل طريقة، مع إنه ما تعمل حرام، لكن أنا عشان أوريك إنه شغلة دي سهلة، سهل إنك تغش الناس. أفتح لك حوش ركب فيه علمين يرفرفن كدي، علمين طوال، أكتب في واحد لا إله إلا الله، وفي الثاني أكتب اسمك، أكتب الجيل ولي الله، اسمك بس خط وراء ولي الله، وتعال اطبح لك تور، جيب لك تور ماكن اطبعه جخ جنب الباب، عرفتها؟ وقول للناس الليلة الفطور مجان، عرفتها؟ وجيب لك 5-6-10 تنفار، ها؟ لبسوا الأخضر وأحمر زي فريق الكاميرون، وديهم دلاليك وكشاكيش خليهم يدقوا كشش 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 كشش، بعد يومين جريت الدار بيجيبك يقول لك أوه الولي الكبير، الولي لله الفكي فلان، وانت بتكون اكبر شماسي واكبر ذول حرامي، لكن في النهايه بتغش الناس. انت المجتمع ده ما سهل تغشه الا من رحم الله، نسال الله السلامه والعافيه. عرفت؟ اعملوا حسابكم يا اخوان، نازل هذول بياكلوا باسم الدين بياكلوا. مره صلينا في جامع بيجاي، قام واحد درويش بيشحت، قال لهم يا ناس ساعدوني، انا حوار ابويا الشيخ، انا حوار ابويا الشيخ. يا اخي انت ما تقول ساعدوني ساي، الدار يديك بيديك، لكن لازم يقول لك يلصق لك كده، يقول لك انا حوار ابويا الشيخ، عشان انت تجي تقول له اوه بركاتك بركاتك، تقوم تديه القروش. عرفتها؟ كل ده عباره عن اجرام وتمثيليات. هذول البلد دي مليانه تمثيليات، انت ما شايف الحاصل؟ تمثيليات، ناس بتاكل باسم الدين، ناس بياكلوا باسم الدنيا، ناس بياكلوا باسم الصعلقه والفساد، كل ده موجود، نسال الله السلامه والعافيه. ده الموضوع الاول دارين نعلق عليه. الموضوع الثاني سريع جدا، العمود الفوق له خليك ما تشتغل بذول من برا، الشغلة دي سخنة. الأذان أذن إن شاء الله، الحلقة الجاية بنعلق على الموضوع الثاني. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.